لإطالة عمر بطارية اللابتوب أو الموبايل يستحسن مرة بالأسبوع تتفضى على الأخير وترجع تعبى للمية بالمية. بدنا مصلحتك. إنه أنا يا عمر بهرب من السبت حتى ما أشوفك، طلعت لي كمان اليوم التنين مش الحال، رح مرق لك إياها. قبل ما نقرأ بعض الكومنتس خلينا نشوف كمان بصلاة السينما اللبنانية، شو فينا نشوف من أفلام مع غيدة. Imagine a soldier. ضمن أفلام هالأسبوع فيلم الساينس فيكشن أنت مان بنسخة 3D مع بول راد ومايكل دوغلاس عن شخص عنده القدرة أن يصغر بالحجم ويصير عنده قوة أكبر، ولكنه بيعمل خطة لإنقاذ العالم. I will never forget the first day you skated up to my motorcycle. For richer or poorer. وفيلم الكوميدي Accidental Love مع جيسيكا بيل، ريموند إل براونز جونيور، جيمس مارستون، والإخراج لديفيد أو راسل عن حادثة بتصير مع ويترس بتخليها تصير تتصرف بطريقة غريبة، وبتوصل على واشنطن وبتتعرف على سيناتور. مع الشوبات شو عم تعملوا بغياب الكهرباء؟ شي معدلوني صباح. انا استغربت انه بكتير من المناطق العربية عم تكون مقطوعة الكهرباء، مثل ما عملوا لي مثلا بليبيا ما في كهرباء بالمرة وحر وشوب وعم يعني شغلة غريبة. انا فكرت بس بلبنان، بس هذا الشي ما بيبرركم بلبنان ابدا. شي معدلوني صباح وجوزيف كيفك؟ انا ببقى مدورة المراوح ونايمة او قاعدة، وكل ما افطس بفوت بتحمم. ابتسام محمد الله يعيننا وخلص، نحن بطرابلس ليبيا الكهرباء عملتها فينا حر حر. عبد الجليل برجاوي عم نفطس يا جوزيف، عم نتحمص. سناء ام علي صباح الخير جوزيف، نبقى مدورين المراوح وقاعدين وكل شوي منفوت نتحمم. ايمان وهبي يسعد صباحك صباح الانسانيه جوزيف، منور دائما، ثانك يو لك. بالنسبه لسؤال، الله يعين لبنان واهله ويساعد الناس الفقراء، شوب وقله كهرباء وزباله، لوين رايح لبنان اكثر من هيك؟ كارثه، ما في شيء طبيعي. بدهم يمشوا الشاليات والمطاعم وطق الحنك وناس المعترة أكلة، وطن موجوع أكثر من هيك ما في. يضيعانك يا لبنان بهيك زعمة. بدي أتشكرك يا أبو الجوج. ولقلك كمان آية كديسي ما عم بظهر أبدا. محمد المشتاح منولع أرجيلي ما هي خربانة خربانة. يسعد صباحكم. سحر العم جدعون، صفا زين، لولو كسابي، ميساف وحياة الحموي، رانيا شمس الدين، يعني بتشكر كل تجاوبكم معنا واكثر منكم جاوبوا على سؤالنا اليوم. دائما في تواصل نحن وياكم عبر كل السوشيال ميديا، وبتمنى انه تنحل كل هالمشاكل تدريجيا بكل بلدان العالم. في مشاكل شو بدنا نعمل؟ ان شاء الله تضل هيك. وبرجع بقول لكم كانت صيفيتنا بألف خير ان شاء الله، تأثر ايجابا على وضعنا الاقتصادي بهالبلد. رح نروح نحن وياكم بالبدايه باول محطة له طويل اليوم للشيف فريد شهاب، كروكات البطاطا وصدر بط مع صلصة الليمون، وأنا بعد شوي بضم له ورشة ملح. على الوقت تنخلص كل شيء مع بعضنا. هنبلش أول شيء بالكروكات يلي حكينا عنهم مع البطاطا يلي أكيد خلصوا. أنا اللي عملت هون أنه حطيت بهيدا الجات، حطيت البطاطا، رجعت حطيت كمان البقدونس اللي فرمته نص فرم يعني مش ناعم كتير، رجعت حطيت كمان بصل اخضر، ملحت، بهرت، حطيت شوية كمان صفار البيض، حطيت كمان شوية طحين. بتشوفوا الوصفة قدامكم هلا على الشاشة. نحن من بعد ما حطينا كل هالمكونات رجعنا اكيد قلبناهم مع بعضهم، رجعنا بعدين بلشنا نعمل الكروكات او بول الكروكات، عملناهم بكذا طريقة. يعني في عنا اول قلة، هلا في عنا كم قلة صاروا بالفريزر، هلا بخبركم ليش. اول قلة عملناها مع التشيدر، جبنة التشيدر، تاني قلة حطينا حبش مع شوية جبنة تشيدر، رجعنا حطينا كمان قلة فيها بقلبها بس حبش بلا جبنة، يعني نوعنا شوي، رجعنا عملنا قلة بلا شيء، بلا جبنة وبلا حبش، كمان كثير طيبة. هي الكروكات على فكرة طبق اسباني، طبق كتير طيب، وطبق هلا مثل ما حتشوفوا التطبيق تبعنا انه طبق عن جد هين كتير كتير. بده بس هيك شوية اكيد كما بيقولوا شوية تطويل بال. برجع بحرك شوي البطاطا تبعي،
بعد كل المكونات يلي حطيتها بقلبها برجع باخد شوية بطاطا، برجع بعمل نقرة صغيرة بإصبعي، برجع بحط الحشوة اللي بدي إياها. هيدا أول وحدة مثلاً عم نعملها معكم، هحط أنا شوية جبنة شدر، وبنرجع بعدين بنزيد شوية بطاطا وبنرجع بنسكرها بإيدنا. نتأكد إنه عنا أكيد شكل يكون مبروم، نبرمها شوي هيك على كعب إيدنا، هيك بيطلعنا الكروكات الحلوة شكلها حلو مبرومة جاي ريجولر. سر صغير دائما تبعدين على القلي كل شيء يكون هين، بردون قبل ما تحطوا لهم الكعك المطحون اللي عندي اياه هون، والبيض اكيد يلي طبعا خفقته. في عندي شويه طحين كمان، رح نرجع نعمل مثل ما عملنا نهار الجمعه، يعني بنحط اول شيء بالبيض، نرجع نحط شويه طحين، نرجع نحط بعدين بالكعك المطحون قبل ما نسقطها بالزيت النباتي. الزيت تبعي هون صار حامي كثير، هلا طفيت شوي تحته، بس دائما مثل ما بتعرفوا هيئوه يكون حامي معكم مزبوط، تشي انه بدكم تطبقوا تقدروا تعملوا بلا ما تضيعوا وقت. هيدي بالنسبه للبطاطا. نرجع نعمل كروكات ثانيه، حفرجيكم كمان كيف فينا نعمل اشكال مختلفه. فينا ناخذ مثلا شكل هيك نعمله بالطول، نرجع بعدين اكيد نعمل جوره صغيره اذا بدنا نحط حشوه بالاصبع بهالشكل هيدا، نرجع بنحط شوية حبش، نرجع بنحط اكيد شوية جبنة. فيكم تستعملوا جبنة اللي بدكم اياها، فيكم تستعملوا جبنة تانية، فيكم تستعملوا موتزاريلا، فيكم تستعملوا بارميزان، فيكم حتى تستعملوا قشقوان، هيدي اذا بدكم تعطوها لمحة هيك شوي تنقول شرقية، مع انه القشقوان مثل ما بتعرفوا جاية من بلدان البلقان، بس انه بتعرفوا دائما نحن بنستعمله كثير هون. نرجع شنو نخلص نبرمها تنعطيها هالشكل الطويل هيك تشبه شوي بطاطا صغيرة، مشي انه يكون عنا هالشكل نرجع بنحطها على الصينية، وهيك نكون عملنا الكروكات تبعولنا. انا رح فوتهم بالفريزر خليهم هيك يسقوا تيشدوا شوي معي، بس ما تخافوا انا عامل غيرهم تحت الهواء، بقى كرمال هيك هيكون عنا الكروكات يجهزوا معنا. مشي انه نحطهم بالفريزر، منكمل هلا صلصة البط. اوكي بطاطا عم يرتاحوا، هلا صار دورنا مع صلصة البط. صلصة البط جبت طنجرة، بالطنجرة حطيت شوية سكر، هلا رح ولع تحت الطنجرة ونبلش تطبيق هيدي الصلصة. اوكي قلنا في عنا السكر، بدنا شوية مي كمان تنعمل كراميل، هيدي أول مرحلة. هون بدلق المي، نخلي أكيد هلا سكر يحمى حد ما هيك يتغير شوي لونه، مش إنه بيتغير لونه، رح نعمل ديجليزنج او نرجع نسقي فوقه اذا بدكم نطفيه بعصير الحامض مع عصير الليمون مع الخل الابيض اللي حطيناه باول طنجره باول فقره اذا بتتذكروا، وقت كنا عم نسف هيك على مهلنا الزستات. الزستات او البرش الليمون صار كمان جاهز معنا، صار على جنب، بس تنفرجيكم كيف صار شكله قد ايه صار هيك بشهي مثل ما نكون شايفين عليه شوي مثل كاراميلايزيشن. هيدا حنستعمله للتقديم النهائي. كمان في عنا شقف الليمون يلي قطعناهن تنعمل لهم اخر شيء مع نطبقهم على دهن البط يلي حنستعمله وقت نكون عم نحمي البط. نرجع هون السكر تبعنا مثل ما نكون شايفين بلش يحمى، عم بيطلع دخلي، معناتها صار فينا هلا نحط عصير ليمون، نحطه كله، نرجع نخفق شوي، نرجع بعدين بنحط يا اما في عنا فون لحمه او مرقه اللحمه اذا عندكم اياها، او الدمي جلاس يلي بتجي سميكه اكثر كمان فيكم تحطوها، فيكم تحطوا اكيد فون بط اذا بتلاقوا فون بط، اذا ما بتلاقوا ما في اي مشكله، المهم يكون في فون لحمه. فون لحمه حطوا شوي شوي، نرجع نحرك اكيد فوقه، هلا بنخليها تتسمك شوي، ودائما اكيد مهم كثير نحرك. هلا في عنا مرحله جديده يلي هي الخل. في عنا نوعين خل اذا بتذكروا، كمان فينا نقول ثلاث انواع خل. باول طنجره حطينا خل ابيض، هون حنحط نبلش خل التفاح، نرجع اخر شيء اخر لمسه قبل ما نسمك نحط الخل البلسميك.
في عندي هون شوية خل تفاح، رح انطر بس الصلصة ترجع تغلي، بتاخذ اكيد شوية وقت تتغلي. بهالوقت فينا نبلش نحن تطبيق الماجري. الماجري يلي كان معي بالبراد هيدي بدكم تنتبهوا لها كثير، خاصة بهالشوبات. بليز 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 شي انه تخلصوا من التحضير، وبتعرفوا انه ما عندكم تطبيق قبل فترة من الوقت، لازم تحطوهم بالبراد احسن ما ينضربوا واحسن ما تمرضوا واحسن ما يصير في كارثه، خاصه بهالشوبات وبهالحاله هيدي. كرمال هيك الماجري انا هلا ظهرته من البراد، طبقناه باخر فقره اذا بتتذكروا. نرجع هلا تخبركم شوي كيف بيعملوا صدر البط او الماجري. دائما مثل ما شفتوا عملنا نحن دهن، شلنا شوي دهن تركنا شوي، جانا عملناهم بشكل هيك شوي مثل الكبه بالصينيه، وهلا للتطبيق تبعهم حنبلش بلا دهن بلا شيء، بما انه البط تبعنا بيحتوي على الدهن مثل ما نكون شايفين. حنحطه من ميله الدهن دغري على المقلايه، نحطه لفتره دقيقتين ثلاثه تا الدهن يكون داب معنا، شيء انه بيدوب الدهن معنا، بنقلبه بنحطه على الميله الثانيه، وبس نكون حطيناه على الميله الثانيه بنصير نستويه شوي بالملعقه تنبلش. هون اكيد بنولع النار، نرجع مثل ما خبرنا بنحط اول بط، بنحط ثاني صدر، ما بدنا كمان نعجقها كثير، كرمال هيك يا اما بناخذ بعد مقلايه ثانيه او نكتفي بصدرين بنرجع بنقلبهم اكيد كل مره. مهم كثير نملح اول عمليه الاستواء، يعني انا عم بلح هلا، شيء انه نقلبه بنرجع بنملحه من الميله الثانيه. شغلة تانية فيكم تعملوها، أنا اللي عملتها كمان، إنه ملحنا تحت الهواء قبل ما نحطهم بنص ساعة الملح كمان يفوت شوي بالجلدة. أكيد مثل ما خبرنا هيدي دقيقتين، هيدي بعد عم تتسمك الصلصة تبعتنا بعد ما استوت مزبوط، حننطر بهالوقت أكيد ناخذ ملقط نبلش نحرك شوي الصدورة تبعولنا بالشكل هيدا. زيت تبعي زيت النباتي للقلي، بس بدي اخبركم شغله، بعده حامي كثير بس انا طافي تحته تما كمان يحترق، بتعرفوا الزيت فوق حراره 200 بيحترق. بقى كرمال هيك الزيت تبعي اكيد ضل مأكد انه دائما يضل على حراره عاليه، بس استعمله دغري ضوي النار تحته على دقيقه دقيقتين ويكون جاهز للاستعمال. هون عم نشوف هلا الدهن بلش مزبوط يدوب، نحن نتركه اكيد بدنا نعطي لون ذهبي، بقى ما نخاف نحرقه شوي لانه لون الذهبي كثير حلو. بقى كرمال هيك وقت بقلكم دقيقتين ثلاثه عن جد طولوا بالكم، دقيقتين ثلاثه يعني دقيقتين ثلاثه، نار مثل ما نكون شايفين نار وسط، اوكي؟ ما هبينا الدنيا وما كمان حطينا نار هيك انه خفيفه، لانه بدنا عن جد ميله الدهن تاخذ لون وتكون عن جد هيك تشهينا مضبوط. بهالوقت صلصتنا هون بلشت مضبوط تصير حامية، معناتها صار فينا هلا نزيد الخل. شو انه بنزيد الخل نرجع كمان نخليها تحمى مزبوط، نخليها ترجع تتسمك شوي. بهالوقت الماجري تبعنا صار فينا نقلبه مثل ما نكون شايفين لونه صار هيك ذهبي مثل ما بدنا اياه، ما بدنا اكثر من هيك، ما بدنا اقل من هيك. كمان هيك عم لكم دقيقتين ثلاثة. الماجري تبعكم او صدورة البط في شغلة مهمة كثير، بعرف انه بالبلدان العربية عادة ما بنحب اللحمة الا ما تكون مستوية كثير، دهن البط مش طيب بس يكون كثير 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 مستوي. بدنا اياه يكون زهر، تيكون لون زهر بدنا نخليه على مدة 10 دقائق. كمان هيك على 10 دقائق، هلا انا شوي شوي رح بلش بملعقة شير ستوي. باخذ ملعقة صغيرة وبستوي، وبهالوقت انا عم بسقيه قدامكم حناخذ بريك صغير ونرجع للتطبيق النهائي.
عودي معكم للمتابعة. مثل ما كنا من يومين عملنا تشيز كيك أنا وشيف فريد، هلأ رح نزينه، حطينا فيه دراء ورح نبرش عليه زست ليمون ورشة ملح. شايفك عم تصارع. لا لا مش طالع عتيني ميل هيك لازم. برافو. بقى طبعا حلو. اللون وهي بيعطيه نكهه صح من الاورنج. بس نرجع نذكر هالتشيز كيك اللي عملناه كان وقتها بالدراق، عملنا مثل دراق مفعوص، قلنا فينا نعمل مربى دراق، فينا نعمل دراق مفعوص حسب. نعم خلص خليه انف از انف. اوكي قلنا يا اما فينا نفعوص الدراق تبعنا بلا ما نعمل منه مربى، او فينا نعمل مربى حسب قد ايه مستوي الدراق تبعنا. كان كثير مستوي، نقيت اقصد انا الجمعه كثير كثير مستوي. بقى كرمال هيك ما عملنا مربى بالدراق تبعنا، حطينا شويه عسل معه، جانا كمان بالتشيز كيك، بقلب التشيز كيك كان في برش حام ليمون. اوكي اوكي بقى كرمال هيك صار عندنا التشيز كيك تبعنا يلي هلا بنفرجيكم اياه اخر فقره. بس جوزيف هيتو من هلا هيك هلا انت بكمل طبعا اللي عم تعمله، بس انا بدي افرجيهم كثير منيح بنقص باي طريقه بهالطريقه. هيدا تشيز كيك نيويورك بيجي هيك شوي دايب، بيكون بعد اطيب واطيبين بهالوقت. ظهر الكروكات تبعي هيدا الملمس يلي لازم مثل ما انكم شايفين للتشيز كيك تيكون طيب. نرجع عوده للكروكات تبعنا. اذا بتتذكروا حطيناه هون بالفريزر. ليه حطيناه هون بالفريزر؟ تيشدوا معنا وتصير بعدين عمليه التطبيق هين كثير. في عنا هون طيب كثير صحتين ماكسيموم خي. هلا برجع بعطيك الوصفه تحت الهواء. لكن الكروكات تبعولنا مثل ما يكون شايفين عملناهن بالفقره الحاليه قبل البريك. في عنا كمان عم نسمع صوت المجري. مثل ما دائما بقول لكم طبخ يعني مالتي تاسكينج، يعني دائما الواحد لازم يهتم بكذا شغله بنفس الوقت. هون اكيد المجري تبعولنا بعد ما استوى لانه ما لهم حتى هو عاده صدر البط اقسى شوي من صدر الدجاج. ابدا نفس الشيء. ابدا بالعكس بيجي كمان مشوي اكثر، يعني بيعلق اكثر من صدر الدجاج. اوكي هلا البط نحن بلبنان ما عندنا هالتقاليد، دائما اكيد بنستعمل البط. مثل ما احنا شايفين كمان صلصه هون صارت عم تغلي مزبوط، اكيد بنخليها هيك تعمل ريدكشن او تتسمك شوي قبل ما نقدر نحط الخل البلسميك. اكيد بنبهر بنملح اخر شيء. الماجري تبعنا بس بدنا ننتبه على الاستوى تبعه، هيدي بناخذ اكيد دائما ملقط. فريد كيف نعرف انه استوى صدر البط؟ بالبط يطلع زوم؟ هلا مشكلة انه ما عندك طريقة معينة انت تعرف انه استوى. يلي لازم تعمله انه بس تكون هيك عم تدبس عليه. اوكي. تتأكد انه كاستوى اذا بدك منه كثير قاسي بقى، يعني دائما انا وقت عملنا اخر مرة السيشن على اللحمة كنت عم فرجي المشاهدين كيف نعرف درجة استوى اللحمة. اوكي. اوكي؟ يعني وقت نحط أول إصبع ومندس ومنشوف انه اللحمه عندها نفس القساوه معناتها بعدها هيك جوسي على سينيون، يعني بعد ما انها مستويه مثل ما لازم. نعم. في عندنا ثاني اصبع بس نحطه اكيد هون تقسى معنا، بس تقسى معنا معناتها انه صار ميديوم، وثالث اصبع ورابع اصبع معناتها انه اللحمه صارت مستويه كثير معنا. أوكي. هون دائما قلنا انه الماجري لازم يكون زهر. أوكي. او روزي كرمال هيك. هلا انا بتفيد تحته تمام كمان كثير يحترق وجهه. اوكي بنخليه يستوي على حماوه. انت رح تزيد له صوص؟ الصوص تبعتنا بعدين اخر شيء. لا لا مش هون، مش هيدي المقليه. اوكي هيدي المقليه بس نخلص حنعمل الاورنج بقلبها. أوكي. هون في عندنا الزيت تبعنا صار حامي كثير، صار فينا هلا نرجع على قصه الكروكات تبعولنا بعد ما اطمنا على الصلصه وعلى المجري. الكروكات تبعولنا مثل ما احنا شايفين هن كنايه بول مثل ما شفتوا او قله عملناها. بنحطها أول شيء بالبيض، نرجع بنحطها شوي بالطحين، وبنرجع آخر شيء بنحطها كمان بالكعك المطحون. أوكي أوكي نرجع بنعيد العملية مع كل كروكات تبعيتنا. نعمل كذا موديل. إيه قلنا كمان عملنا كذا فليفر، يعني عملنا وحدة حشيناها مع شوية حبش وحشيناها كمان مع تشيدر، وحدة ما عملنا شيء بقلبها، حطينا الخلطة مثل ما هي عملناها قلة، وحدة تانية حطينا بس حبش، يعني هيك نوعنا شوي.
اوكي. اللي هي العجينه بالبطاطا وبيض وكعك ولا شو؟ العجينه بطاطا مع بقدونس مع شويه بصل اخضر، رجعنا حطينا شويه طحين وصفار بيض. اوكي. اوكي؟ هلا ولازم نحطه شوي بالبراد ليجمدوا لنقدر نشتغل فيه. يلي عملناه حطيناه 10 دقائق، ومثل ما انك شايف مثل ما انك شايف بزياده، يعني مش عم تفرط معنا، صارت هينة كثير هلا للتطبيق. وخاصة يلي فيهم بقلبهم جبنة كمان نفس الشيء. اوكي بدك أوكي. حمي الزيت لازم نبلش نقلي. الزيت صار حامي منيح، هلا أكيد ما حيحترق لأنه ضولنا تحته مش من زمان. اوكي. إذا أنت بتحب تقلي إذا بدك بساعدك. خليك هيك تقلي، بدك تجيب بس من هون مصفية. وهيدي كمان. اوكي؟ اوكي تصير. تاخد يا اما اذا بدك تاخد ملقط او يمكن احسن عصفور. بدي بس فرجيكم شغله كمان، اذا فينا نقرب كاميرا. زيت القلي ما حطيته مثل ما بنعمل فريتات. تنزيح شوي هيدي الطنجره بس تبين معنا. مثل ما انكم شايفين نحن هون ما حطينا كثير زيت لانه ما بدنا اياها كمان تكون عم تتسبح بالزيت تبعها، بدنا الزيت يغمر الكروكات تبعولنا. هون بدك تنتبه لانه حياخذ لون بسرعه كثير. بس هي ما بدها كثير اصلا. هي لا اصلا ما بدها شيء. لانه البطاطا مستويه مستويه، الحبش صالح للاكل. أوكي. ونفس الشيء الجبنه كمان صالحه للاكل، بدك اياها بس تذوب هيك كيف ترجع تشيلها. اوه شو اللون الحلو. ما ننسى كمان دائما رشه ملح، رشه بهار، كمان يطلع لنا كروكتات حلوين. اوكي. اوكي؟ نرجع تعمل بدك نعمل نفس الشيء مع البقوه؟ يلا يلا. اول شيء هات لبسني لعلي وانت عم وشك اذا بتعمل معروف. اوكي فهمت منيح كيف نعمل بس مش على ايد المشاهدين. بيض، طحين، كعك. اوكي؟ اوريت. فيري جود. نحن بهالوقت نكمل صلصتنا. نرجع نولع اكيد تحتها. هلا صار فينا نحط الخل البلسمك اللي كنا تركينه. اوكي مش عم كتر، ما بدنا كمان كثير نخلخل نكون عم نحمض. برجع هلا بخفق. تفضل. شو عم يمشي حالك يا جوزيف؟ وسريع حاسك هيك حاسك كيف بيقولوا مركز بس بدك تنتبه ما تطرش علي. اوكي هون الصلصه تبعتنا لونها صار عن جد بيعقد هيك بني. عم لبكك؟ لا 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 يا عمي. اوكي انا لا. هون في عندي خشبه تقطيع بس بدنا نشوف اذا استوى المجري. ناخذ اكيد كف، يكون عندنا كمان اكيد ملقط، دائما هيك نجهز حالنا نكون عم نشتغل بترتيب واكيد بتبرمج كرمال ما نتاخر كمان على ساعه الاكل. باخذ المجري تبعي لونه من تحت بجنن، هلا بفرجيكم اياه. اما نحن هون بنقطعه شرحات، ما ننسى لازم يكون زهر. من هيك مهم كثير مثل ما خبرتكم قصه المجري انه المشكله ما فينا نعرف 100%، هون طالع معنا زهر بيرفكت بيرفكت، بس اذا فينا نركز شوي عليه. هيدا هو اللون يلي بدنا اياه. اوكي ما بدنا يكون احمر اكثر، واذا بدنا اكثر عم بقول لكم من هلا بيطلع ناشف معنا. طبيعي نشوف كمان شويه دم، هيدا الشيء ما لازم ننقز منه، مش معناتها ما استوى. وبهالوقت نحن بنقطع اكيد كم شرحه. اذا شايفين الجمال دائما بالدوك او بالبط انه جلده تبعيته بتاخذ هاللون اسمه ليك لاكي بالفرنساوي، يعني هاللون هيك بيجي على اسود شوي وبيرجع بعدين عندنا بس نقطعه بنشوف هالشرحات الحلوه وهاللعب بالالوان، يعني بنبلش بالاسود نرجع البني نرجع اكيد مثل ما انا شايفين بقلبه هيك جاي زهر، وبعدين عندنا الابيض تبع الدهن، اذا بتتذكروا ما قطعنا كل الدهن ما شلنا كل الدهن. هيدا بالنسبه للبط. بنقطع المجريات تبعولنا بما انه خلصوا. بصراحه لو عم بعملهم انا لمطعم فرنساوي بفرنسا كنت تركتهم دقيقتين ثلاثه اقل كمان على المقليه. هي بس تفرجيكم قد ايه الواحد هيك البط ابدا ما لازم يتركه ياخذ لون كثير، هون طالع معنا منيح. مع انه انا شخصيا بحبه هيك زاهر اكثر كمان.
هوب هولي شرحاتنا خلصوا. هلا بهالمقلايه بس قبل بدي ارجع اخذ بط تاني مقلايه تاني نقطعه بهالوقت. استاذ جوزاء حلو مع بندوره كمان ما بعرف حسيت بيلبق مع البطاطا بندوره ولا انت مش معي؟ انا ماني كثير معك لانه ما حطينا بندوره بقلبها خاصة بالطبخ أنا الحديث. أنا لزينة مش لناكلون. أكيد بس بالطبخ الحديث ما لازم تزين بمكونة ما كانت موجودة، هيدي كمان تيب لإلكم إنه جربوا ما تزينوا بشيء إكسترا ما كان موجود، مثلا في عنا بقدونس فينا نزين بالبقدونس، أوكي. في عنا تشيدر أنا اللي عملته جوزيف حطيت تشيدر بالمايكروويف تيدوب. أوكي. بالمبدأ صار دايب، فيك تستعمله أو ترجع تحطه شوي بالمايكروويف. بس أنت حاطط بقدونس بقلبه. اي طبعا ايه هاي بقدونس تكرم عينك استاذ يا فنان فاذا فينا نصور الشوت هيك طلع بس ما فيك تقول لي انه منه حلو اوكي فجيني ما بشي أوكي. بس بعد عندك جبنه دايبه هون فيك تحطها على وجهه ايوه شوف كيف روح يا استاذ فريد بدك تاخذ ملعقه طبعا نحن على البطاطا بدك حط اي طبعا نحن بهالوقت ناخذ جاط حلو خارج المجري ناخذ جاط مستطيل نرجع اكيد منشيل القصص يلي مش عايزينها بقى نحطها على جنب بيجي عنا هون المجري تبعنا عم بلش حطه بالصحن بنصفهم هيك شرائح تكون بشكل هيك صف واحد البط بيتاكل سينيون شوي ولا لا؟ بالعكس البط لازم يتاكل سينيون هيدا كنت عم فسره للمشاهدين نحن هون عم نسكب البط انا عم حطهم صف واحد يكون مرتب اكيد نشهي رجع عنا الزيست اذا بتتذكروا حكينا عن الزيست صار فينا هلا نحط الزيست حدهم نصف الزيست هيك صف واحد بيجي على بالدقيقة ونص الباقية اللي فيك تعمله جوزيف مثل ما انك شايف انا مقطع هون ليمون اوكي اوكي رح اطلب منك اذا طعم معروف تحطه على المقلاية مع دهن البط بس تنعطيها اللون الكراميل الصغير هون ايوه حطه حد البط ما بتأثر بالعكس حتى بالطعم كمان مع جو البط هون انا صحني شبه خلص رح نعمله اكيد اول شيء نمسحه وثاني شيء ننطر الليمون بس تيخلص الليمون حنحط الليمون كمان حده صف اوه هون اكيد بنمسح شوي صحن تبعنا انا طبعا بنقول انه خلص وقتنا فريد رح نكمل هذه الشقفه بعد الهواء لكل المشاهدين بدي اتشكر الجميع الصوص اللي عملته هون ما هيك بدك تحطه على وجهه ايه طبعا يلا بدي اقول لكل المشاهدين كان نهار ممتع معكم طبعا عالم صباح جديد بكون بكره الساعه 10 بتوقيت بيروت انا بشوفكم شخصيا يوم الاربعاء الى اللقاء باي فريد باي ثانك يو I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. My love.